ألف مبروك العودة للمنافسة أو التهيئة للنهائي في هذا البرايم الأخير. الفارع فهد شوفوا شوفوا الفارع أنا أقول الفارع تطلع برايم خلاص ترى بيض وجيه خلاص راح التوتر ابو سعد اللي كنت ذال منه خلاص ارحب عين اخوك الله يوفقك تستاهل يا ابو فارع ارحب القطوع المواصل القريب البعيد من هو اللي مصرح لك تسلط علي هل ما قوة السلطان عبد الحميد او معك صولة جانا الحكم الفيصلي كيف خليتني عقب الجماعة وحيد كيف نزحتني عن ربعي وعن هلي الله يبارك فيك يطول عمرك غرد يا الفارع صل على محمد يا ربع اللهم صل على محمد زيدوا صلاة اللهم صل على محمد أنا يمكن لي 50 يوم يعني ما شغلت الحاسة السادسة لظروف ما بخلي بس عبد الله فريدي يتفرعن على الشباب شغلتها البارح قلت عبد الله الروقي تبي تطلع عبد الله الروقي بعد أحمد العوض وتبي ترجع عبد الله الروقي بكرت العودة العودة وللمصداقية جيتك قبل لا أخش البرايم قلت أبو سعد تراني راجع إن شاء الله وسم باسم الفارع الفوارع وبارك الفوارع على رجوع فهد وأنا الفرحة والله ما كملت بوجه أخوياي لكن بما أن الوالد يتابعني أقول مرحبا يا أبوي السيف المحنى ومرحبا بعيال عمك النداوي دونك عيال تقول الموت سنة لهقيت يجون من فوق الهقاوي وكل عام عزوتي زبنا الجنة عزوة ميرادها العدة الرهاوي واسمنا معروف من ماضي زمننا مركون عتيبه هنجاته العزاوي يمقطه روح انشد التاريخ عنا لا جرحنا جرحنا مالها امداوي ولا اشتبك عجرمك منا ومنا كاسبين الهوش والسرحانة عاوي والعرب تفخر بنا من يوم كنا نعشق بن حميد نحب العرب تحسانك مبروك يا فهد الله يبارك فيك ليش أشعر بأني حزين غريب الشعور هذا ما كان يجيني قبل ولكن الآن أشعر بأني حزين فعليا عبد الفريدي أمرني هذا السؤال أسقط على الحاسة السادسة حقتي أنا شغلتها برأس المال وقلت سيفها ثاني الراجعين ورجع الثاني تصافوا بينكم الهوى لكم زايد ورنس بعد إذنكم